بلش بسؤال عن المبادرة الخليجية. ما مصير المبادرة؟ هل ماتت مثل ما بقولوا ولا بعد في جهود لإحيائها؟ الحقيقة المبادرة الخليجية مشكورين أشكائنا في مجلس التعاون الخليجي بهذه المبادرة، ونحن رحبنا بها وتحدثنا أن احنا سنتعامل بشكل إيجابي، ولكن للأسف الشديد الذي أفشل هذه المبادرة، أو ما نستطيع نقول فشلت، نقول معلقة، هي من قبل أحزاب اللقاء المشترك الذي رفضوا المجيء إلى دار الرئاسة أو القصر الجمهوري، وذلك للتوقيع عليها. وكيف سنكون شركاء مع أحزاب المعارضة في إطار المبادرة التي هي منظومة متكاملة، منها تشكيل حكومة وفاق وطني، إزالة عناصر التوتر، إنهاء الاعتصامات، فهي منظومة متكاملة. فهما الذي السبب في تعليقها، السبب استطيع صح أقول أن كما أعلن من وزارة خارجية دول مجلس التعاون أنهم علقوا المبادرة ولن يسحبوها. نحن مستعدين للتعامل معها بشكل إيجابي إذا أنصاعوا ما يسمى بقيادة أحزاب اللقاء المشترك إلى التفاهم حول التوقيع على هذه المبادرة، مع وضع الآلية، مع وضع الآلية لتنفيذها، لأنه المبادرة بتحتاج إلى آلية ولا زمننتها، لأن فيها زمننة من نوع يعني اختياري، مثلا نقل السلطة خلال 30 يوم، هذا هو الذي بيهمهم، نقل السلطة، نقل إجراء الانتخابات خلال 60 يوم، هذا هو الذي هما لكن أسباب الأزمة ومسببي الأزمة وإزالة الاعصامات والإضرار بالاقتصاد الوطني، يجب أن هي منظومة متكاملة. ماذا بعد موقف دول الجوار والدول الصديقة من دعم اليمن إذا ما خسروا خلال هذا الأزمة؟ لأنه لا بد من ما يسمى مشروع لإعادة دعم الاقتصاد اليمني. فخامة رئيس، نحن من وكالة أنباء سينية شينفان، الآن كيف ترى حول الديمقراطية ومستقبل اليمن؟ كيف ستنتهي الأزمة؟ وكيف تتوقع أو تتمنى الحكومة الصينية أن تلعب دورها لحل لمعالجة الأمر هذا؟ الآن كما نحن نعرفون دول كثيرة انقطعت الدعم لليمن، ولكن الصين لا زال في دعم، فكيف ترى هذه؟ الصين بلد صديق ولها موقف جيد مع اليمن، سواء في الأمم المتحدة أو في أي أو في كل المحافل الدولية، نرتبط بعلاقات صداقة مع الصين ومواقف ثابتة إلى جانب اليمن. الديمقراطية عندنا فهموها فهم خاطئ. الديمقراطية في اليمن هناك فهم خاطئ للديمقراطية، وكأنها الديمقراطية الفوضوية، الباب المخلوع، فما يسمى بالفوضى الخلاقة. ففي يعني فهم يعني قاصر للديمقراطية، لكن نحن متشبثين ولا زلنا متشبثين بالديمقراطية وسنمارسها بكل الوسائل. الدور الصيني كيف تلعب الحكومة الصينية؟ الصينية لها تأثير كثير ومقبولة، سواء من خلال بعثتها الدبلوماسية في صنعاء أو من خلال أي وفود صينية تأتي. والصين تأكد لنا أنه لا تحل المشكلة من الخارج، ولكن تحل المشكلة من الداخل في إطار الحوار، في إطار الحوار بين كل أطراف العمل السياسي في اليمن، هذا ما تأكده الصين وروسيا. فخامة الرئيس، ما حدث الآن من أعمال الفوضى سواء في العاصمة أو خارج العاصمة وتعليق المبادرة، هل تعتقدون أن ذلك سيجعل المبادرة من صعوبة أن تعود إلى أرض الواقع؟ والله إحنا صامدين، وتستطيع تقول ان احنا نتحمل الصدمات، ما حصل من جهال الاحمر من فوضى واعتداء على مؤسسات الدوله وعلى الصحفيين في وكاله سبا، وكذلك وزاره الصناعه، وكذلك التامينات، ووزاره الداخليه والنجده، ووزاره الاداره المحليه. هذا عمل استفزازي لجرنا الى ما يسمى بحرب أهلية،
ولكنها محصورة في أولاد الأحمر، وهما اختاروا هذا الخيار وكان قرار خاطئ أنهم يواجهوا الدولة بهذا العنف وبهذا الصلف، أستطيع أقول صلف، يعني حتى كنا أرسلنا وساطة إليهم يوم أمس والأمس، كانت الوساطة عندهم وفجروا الموقف والوساطة عندهم، فجروا الموقف من أجل أنه يحصر الدفع من قبل أجهزة الأمن مثل النجدة ووزارة وحراس وزارة الداخلية، ويقولوا السبب هو الدولة، وهذا ما يروجوا عليه إعلاميا من خلال وسائل الإعلام المتعاطفة معهم أو قناة سهيل أو غيرها، يروجوا أن الدولة هي سبب، لا، هم قصدوا بها أن الوساطة تأتي وهم يفجروا الموقف، فيتحملوا مسؤولية إراقة الدم، الدم أيا كان الدم غالي عندنا بالنسبة لنا، سواء كان الذي سقطوا معهم أو الذي سقطوا من وزارة الداخلية من النجدة والأمن المركزي أو من المواطنين الأبرياء الذي سقطوا، فيتحملوا مسؤولية الدم الذي سقط. حتى الآن هل سيكون هناك مخرج؟ هل ما زالت وساطة قائمة بين احنا إلى الآن؟ حتى اللحظة هذه وهم يقوموا بالاعتداء على وزارة الداخلية، يريدوا يحتلوا وزارة الداخلية وينادوا بالميكروفون إلى الجنود وإلى الضباط من تسبية الداخلية أن يرحلوا أو أن يسلموا أنفسهم، وإحنا نتعامل ونتصل ببعض الشخصيات من الشخصيات الاجتماعية أن تحاول التواصل معهم لإقناعهم للامتناع عن الزحف على وزارة الداخلية وعدم إطلاق النار على وزارة الداخلية من أجل ألا تتوسع المشكلة ويكون رد الفعل قوي، ولا نريد أن تراق دماء كما أريقت الدماء يوم أمس. فخامة الرئيس، قلتم في خطاب بأن القاعدة في اليمن سوف تختفي، بمعنى بأنها سوف تظهر وتعمل في العلن، لن تحتاج إلى الخفاء. هل تعتقدوا بأن اليمن ستتحول من بلد حاضن إلى القاعدة في بعض المناطق إلى بلد يمكن أن يرعى القاعدة في اليمن؟ أنا أتحدث يبدو أن صار فهم خطأ، هما بيتحدثوا ما يسمى بحزب اللقاء المشترك، يقولوا إذا رحل النظام وإذا انتهت القاعدة، لأنهم هم القاعدة هي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين، هي من عباءتهم، فهي جزء لا يجزء منهم، ما يقوموا من أعمال قطع طرق أو أعمال عنف في المحافظات هما القاعدة، فهم يتحدثوا إذا رحل النظام إن ما عاد يقوموش بأعمال عنف، إنهم هيكونوا مكملين لبعضهم البعض، مكملين لما يسمى باللقاء المشترك. سيادة الرئيس، سؤال عن الاقتصاد، الوضع الاقتصادي اليمني بعد حوالي 4 أو 3 شهور من الاحتجاجات والاعتصامات، أين يقف الاقتصاد اليمني وما هي المخاطر الكامنة في المستقبل القريب؟ حقيقة أنها هذه هي مربط الفرس، وأن الاقتصاد الوطني هو الآن في وضع غير متعافي، غير متعافي، ونحن نبذل جهودنا إزالة الأزمة من خلال المبادرة الخليجية، من خلال إجراء حوار مع كل القوى السياسية في الساحة، وأن يحكموا العقل والمنطق ويأتوا إلى طاولة الحوار، وما عليش ونأتي للانتخابات وننتقل السلطة سلميا، ما عندناش مشكلة، أهم شيء أن احنا نعيد العافية للمواطن، نريد لها الأمن والاستقرار والأمان وإعادة ترتيب البيت اليمني، لكن في إطار حوار سلمي، مش في إطار الفوضى الخلاقة والاعتداء على مؤسسات الدولة وقطع الطرقات. فالاقتصاد بحاجة إلى حوار وبحاجة إلى وفاق وبحاجة إلى برامج، أن منظومة متكاملة، الأمن والاستقرار مربوط أيضا بالاقتصاد. ألا تقولون فخامة الرئيس أن هذه المشاكل الآن هي متراكمة من عام 2006؟ الموضوع الثاني، أشرتم إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ما هي رؤيتكم إلى هذه الانتخابات وكيف ستقنعون المعارضة لخوض هذه الانتخابات؟ في حقيقة الأمر أنا قلت أنها في أكثر من مقابلة أنها هذه التراكمات منذ نتائج انتخابات 2006، والذي المعارضة كانوا شريكا فيها في 2006، ولكن غير معجبين بالنتائج، يعني ما عجبوا بالنتائج، تعاملوا معها بشكل سلبي وبدأوا يصعدوا الموقف شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه خلال 4 أشهر من اعتصامات وفوضى خلاقة. الانتخابات الرئاسية نحن على استعداد وأعلناها أكثر من مرة، تعالوا بدون حتى المبادرة الخليجية، بدون أي مبادرة أمريكية أوروبية، مستعدين على طول طبقا للدستور خلال 6 يوم الرئيس يعلن الانتخابات مبكرة خلال 6 يوم، تعالوا على صناديق الاقتراع.
هم خايفين من النتائج، ولهذا هم معجبين بالفوضى أفضل من ما يعجبوا بالتوجه إلى الصندوق. هم يريدوا يتوجهوا إلى الفوضى، إلى قطع الطريق، إلى قتل النفس المحرمة، إلى خلق فوضى دون أن يذهبون إلى صناديق الاقتراع. وإحنا نقول صناديق الاقتراع هي مخرج لنا ولهم، وغير متشبثين نحن بالسلطة. يعني عندنا السلطة لنا الحق دستوريا إلى 2013 من أجل أمن البلاد ومن أجل استقرار الوطن ومن أجل إنهاء الفوضى ومن أجل عافية الوطن من الناحية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. تعالوا على انتخابات مبكرة رافضي، هذا ما هو حادث في اليمن. ونأسف إنه إن هذا التمترس الغير مسؤول من أحزاب المعارضة، والناس الآن تخاف. يقول إذا كانوا بهذا الصلف وهما خارج السلطة، كيف لما يتمسكون بالسلطة سيقلقونها؟ هذه هي المشكلة. فخامة الرئيس، كان في خوف إنه القاعدة